12 من ايام على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بيأكد وفاة الفنان خالد الصاوي. الخبر ده زعل ناس كتير، خصوصا انه 12 بسرعة كبيرة جدا، لكن في مواقع صحفية اكدت ان حقيقة اللي حصل هو وفاة كاتب وشاعر بيحمل نفس اسم النجم خالد الصاوي، واسمه خالد محمد محمد حسين، اما شهرته هو خالد محمد الصاوي، وان تشابه الاسماء هو سبب سوء الفهم اللي حصل مش اكتر.